نشرة إخبارية جديدة من قناة الغد المشرق، نبدأها بالعناوين. ميناء الزيت بالعاصمة عدن يستقبل الدفعة الأولى من المنحة النفطية السعودية الجديدة بقيمة 200 مليون دولار. ميناء المكلا يعاود نشاطه بعد توقف لساعات إثر رصد طيران مسير يتبع لميليشيات الحوثي. مجلس القيادة الرئاسية يبحث مستجدات الأوضاع الداخلية وتداعيات تهديدات الميليشيات الحوثية. أهلا بكم. أعلن التحالف العربي وصول أول دفعات منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة إلى محافظة عدن. وقال التحالف العربي في بيان أن المنحة النفطية السعودية ستشغل أكثر من 70 محطة كهرباء. وأضاف التحالف العربي أن المنحة النفطية السعودية تبلغ 200 مليون دولار وتشمل الديزل والمازوت. استقبل ميناء الزيت بالعاصمة عدن الدفعة الأولى من المنحة النفطية السعودية بقيمة 200 مليون دولار، والمخصصة لتشغيل أكثر من 70 محطة كهربائية موزعة على المحافظات اليمنية. بالنسبة لمنحة المشتقات النفطية حقيقة أتت في وقت وإحنا في أمس الحاجة لها. عانينا الكثير من الإشكاليات في عدم انتظام أو بسبب عدم انتظام وجود محطات الكهرباء، وهذا أثر بدوره وبشكل مباشر على المواطن وعلى الخدمة التي تقدم وفي حدودها الدنيا الموجودة أصلا. ولكن بوجود هذه المنحة إن شاء الله سنستطيع التفكير في إيجاد حلول ناجعة للمستقبل القريب، وأقصد هنا الصيف القادم. أنا سعيد جدا بمشاركة أخوتي في ميناء الزيت وأخوتنا في البرنامج السعودي والحكومة اليمنية وحضور وزير الكهرباء باستقبال أول منحة مشتقات نفطية، وهي تعبر عن الوقوف الأخوي والصادق في دعم اليمنيين في أشد الظروف وما يعانوه. هو دعم مباشر للموازنة العامة، دعم لكهرباء المناطق المحررة، رفع عن معاناة الناس بانتظام ساعات لتشغيل الكهرباء. تأتي منحة المشتقات النفطية الجديدة تأكيدا على حرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، وامتدادا للمنحة السابقة بإجمالي 4 مليار و 22 مليون دولار أمريكي، والتي كان آخرها منحة بمبلغ 422 مليون دولار أمريكي، واستكمال إجراءات توريدها على مدى عام كامل، حيث أسهمت في استقرار الاقتصاد وتعزيز ميزانية الحكومة اليمنية. المنحة المقدمة بلغت 45 ألف طن متري من مادة الديزل، إلى جانب 30 ألف طن متري من مادة المازوت، وستسهم المنحة بشكل كبير في رفع القدرة التوليدية لمحطات الكهرباء. اليوم نستقبل الدفعة الأولى من المنحات الوقود من مقدمة المملكة العربية السعودية، وبإذن الله تعالى سيكون استقرار كبير في جميع محطات التوليد، وسيلتمس الأثر ذلك المواطن من اليوم. وطبعا عانينا بشكل كبير جدا بعدم استقرار الوقود في الفترات السابقة من بداية الصيف إلى يومنا هذا. استقبلت المصفاة المنحة السعودية والمقدرة ب 45 ألف طن من مادة الديزل. بدأت الشحنة بالتفريع وتم إلى وقتنا الحاضر الآن حوالي الساعة 10 تفريع 6000 طن من المنحة السعودية. المنحة السعودية تعين الدولة والمواطن في تخفيف الأعباء. إيجابيات المنحة أنها توصل إلى كل مواطن. بالنسبة لنا كمصفاة عدن، دورنا يقتصر على خزن هذه المشتقات وإعادة ضخها للمحطات الكهرباء، مساهمة منا كمصفاة عدن أحد مؤسسات الدولة في تخفيف من معاناة المواطن، ونتمنى أن تستمر مثل هذه المساعدات التي تمس بشكل مباشر المواطن وتساعده على تخفيف معاناته. البرنامج السعودي كان ولا يزال سباقا في دعم البنية التحتية للبلاد، ترجمة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين. وتأتي هذه المساعدات ضمن جهود المملكة العربية السعودية لدعم ومساندة الشعب اليمني. صلاح العاقل لقناة الغد المشرق، عدن. أفاد مراسلنا في حضرموت بأن ميناء المكلا عاود نشاطه اليوم الأربعاء
بعد توقف لساعات إثر رصد طيران مسير تابع للميليشيات الحوثية. وكان مراسلنا قد أكد في وقت سابق التصدي للطيران المسير فوق ميناء المكلا من خلال تفعيل المضادات الأرضية. يأتي ذلك بعد 5 أيام من هجمات الميليشيات الإرهابية على ميناء الضبة النفطي في ذات المحافظة، والتي قوبلت بإدانات أممية ودولية واسعة. بحث مجلس القيادة الرئاسي في اجتماع الأوضاع على الساحة اليمنية مؤكدا تعبئة كافة القدرات والطاقات لتعزيز حضور الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. المزيد في هذا التقرير. على واقع التطورات المتسارعة التي تشهدها البلاد، عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا برئاسة رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي وبحضور أعضاء المجلس، بينما غاب بعذر اللواء فرج البحسني، وحضره أيضا وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة. مستجدات الأوضاع الداخلية وتداعيات تهديدات الميليشيات الحوثية تصدرت ملفات النقاش في اجتماعات مجلس القيادة الرئاسي الذي بحث خيارات التعامل معها لحماية مصالح الشعب اليمني وإمدادات الطاقة العالمية وحرية الملاحة الدولية وفق إفادة المصادر الرسمية. أكد المجلس أهمية حشد وتعبئة كافة القدرات والطاقات لتعزيز حضور الدولة ووحدة الصف، كما أكد أهمية الاستجابة للالتفاف الشعبي العريض حول جهود إنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار، مشيدا في هذا السياق بالمواقف المشرفة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات والإدانات العربية والدولية لهجمات الميليشيات الحوثية وداعميها الإيرانيين. المصادر الرسمية ذكرت أن مجلس القيادة طمأن الشعب والمنظمات والوكالات الإغاثية والقطاع الخاص بمراعاة وتحييد النشاط الإنساني والتجاري والإجراءات والآليات المعتمدة لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني الذي قضى بتصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية. اجتماع المجلس جاء متزامنا مع معاودة ميليشيات الحوثي الإرهابية محاولات تنفيذ هجمات إرهابية على المنشآت الحيوية والاقتصادية. فبحسب مصادر محلية، تصدت الدفاعات الجوية في محافظة حضرموت لطائرة مسيرة كانت تحلق في سماء مدينة المكلا. المصادر أشارت إلى أن الطائرة المسيرة كانت تستهدف ميناء المكلا وتم إسقاطها وهي تحاول ذلك. والهجوم الإرهابي هو الثالث الذي يحاول استهداف الموانئ اليمنية خلال أيام، بعد هجومين فاشلين مماثلين على مينائي النشيمة والضبة، وضمن سلسلة من الهجمات الإرهابية التي تشنها الميليشيات الإنقلابية باتجاه المناطق المحررة بما في ذلك في محافظات شبوة ولحج وأبين وكذلك الساحل الغربي. تتجه جميع التطورات الأخيرة نحو مواجهة عسكرية تلوح في الأفق. كل الجهود الدولية تبخرت دون أن تحقق أهدافها بفعل رفض ميليشيات الحوثي، وبات الخيار العسكري وحده المطروح على الطاولة. أذن المكتب التنفيذي بمحافظة شبوة في اجتماعه الدوري برئاسة المحافظ عوض محمد بن الوزير العولقي المحاولات الإرهابية بالطائرات الحوثية المسيرة التي حاولت استهداف عدد من المواقع الحيوية والهامة خلال الأيام الماضية. ودعا الاجتماع كافة الفعاليات الرسمية والشعبية بالمحافظة إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود من أجل مواجهة هذا الصنف الحوثي الإرهابي والتصدي الحازم له، ضمانا لحماية أراضي المحافظة والمنشآت الحيوية فيها، مؤكدا أن هذه الأفعال الإجرامية والإرهابية لن تمر دون عقاب. أكدت وثيقة رسمية أصدرها محافظ شبوة أن برج الاتصالات في عتق، والذي اختفى في ظروف غامضة وتعرض للنهب من قبل عسكريين. ووجه المحافظ ابن الوزير بضبط وإيقاف عسكريين وإحالتهم للقضاء لاتهامهم بنهب برج اتصالات سقط قبل قرابة شهر بمدينة عتق، كما وجه بالتحقيق مع مدير مكتب وزارة النفط ومدير هيئة الاستكشافات لتجاهلهما صيانة البرج إثر سقوطه. ناقش رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك خلال استقباله محافظ الجوف اللواء حسين العواضي أولويات المرحلة المقبلة في ظل عدم تجديد الهدنة. وطرح الدكتور معين عبد الملك عددا من التوجهات الضرورية في ظل المتغيرات الجديدة وما يمكن لقيادة محافظة الجوف القيام به في استعادة المحافظة وتخفيف معاناة المواطنين التي تسببت بها ميليشيات الحوثي، معربا عن ثقته في محافظ الجوف وخبرته القيادية ودعم الحكومة له للقيام بمهامه ومسؤولياته.
ناقشت لجنة وزارية خلال اجتماعها في العاصمة عدن تقرير اللجنة الفنية واللوجستية لتطوير وتهيئة منفذ رأس العار البحري كمنفذ جمركي بحري. وتطرقت اللجنة الوزارية المعنية بتصحيح وضع منفذ رأس العار البحري وتيسير أنشطته وفق النظم المالية والجمركية والأمنية المعمول بها في المنافذ والموانئ البحرية في المناطق المحررة إلى السبل الكفيلة برفع جاهزية المنفذ والارتقاء بمستوى خدماته للقيام بالمهام الموكلة إليه بالوجه الأمثل. عقد بمحافظة أرخبيل سقطرى لقاء موسع جمع لجنة الحوار الوطني الجنوبي وعدد من مديري عموم المكاتب التنفيذية والقيادات الأمنية والعسكرية والشخصيات الاجتماعية بهدف توحيد الصف والكلمة. ضمن الجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس الانتقالي الجنوبي لتوحيد الصف والكلمة عقد بمحافظة أرخبيل سقطرى اللقاء الموسع بحضور المحافظ رأفت الثقلي وفريق الحوار الوطني الجنوبي وعدد من مديري العموم مكاتب تنفيذية وشخصيات الاعتبارية والاجتماعية بالمحافظة. اليوم سعدنا كثيرا كفريق الحوار الوطني الجنوبي أن نزور محافظة أرخبيل سقطري واللقاء مع السلطات المحلية والأحزاب والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني من أجل إلقاء الضوء حول الحوار الوطني الجنوبي باعتبار هذه المحافظة من أهم المحافظات الجنوبية التي لها مكانة خاصة في نفوس كل الجنوبيين. تم اليوم اللقاء بأعضاء السلطة المحلية في محافظة سقطرى وأعضاء القيادة المحلية في المجلس الانتقالي ومدراء العموم في كافة المديريات محافظة سقطرى، والأطلاعهم على ما نفذ فريق الحوار الجنوبي خلال الفترة السابقة والاستماع إلى آراء أبناء المنطقة، وأتاحت الفرصة للجميع للتعبير عن آرائهم ولنقل معاناتهم ومشاكلهم للقيادة السياسية في المجلس الانتقالي. وفي كلمته أكد المحافظ الثقلي أن الجنوب يتسع للجميع وأن استعادة الدولة الجنوبية تتطلب رص الصفوف وتوحيد الكلمة دون تهميش أو إقصاء لأي مكون سياسي مهما كان الاختلاف في الرؤى والتباينات. اليوم كان لنا لقاء بالأخوة لجنة الحوار الجنوبي الداخلي برئاسة الدكتور عبد السلام قاسم مسعد والذي وصلوا يوم أمس إلى المحافظة، وأخذنا منهم معلومات وتوجيهات وحول دولة الجنوب القادمة إن شاء الله دولة فدرالية وترتيب أمور الجيش الجنوبي الأمن الجنوبي فيما هم نحن خاصة بالقوات المسلحة الجنوبية. بالنسبة نحن في القوات المسلحة الجنوبية في محافظة أرخبيل سقطرى جميع القوات العسكرية والأمنية قوات جنوبية خالصة بدون أي شيء. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها لجنة الحوار الجنوبي وفقا لتوجيهات اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، والذي يقدم خلالها العديد من المداخلات والمقترحات الهادفة التي تسهم في وضع رؤية وآلية تعزز الوحدة والتلاحم الوطني. أقام صندوق الرعاية الاجتماعية بالشراكة مع منظمة يونيسف ورشة العمل التنسيقية مع مقدمي الخدمات من الجهات الحكومية بهدف تعزيز وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية للأطفال والأسر الأكثر ضعفاً. برعاية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ومحافظ عدن، أقام صندوق الرعاية الاجتماعية بالشراكة مع منظمة اليونيسف ورشة العمل التنسيقية مع مقدمي الخدمات من الجهات الحكومية، وذلك بهدف تعزيز وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية للأطفال والأسر الأكثر ضعفا والأشد فقرا والمهمشين في عدن. هذه الورشة التنسيقية التي نؤديها اليوم بدعم وتمويل من قبل منظمة اليونيسف، وهي بهدف أيضا تدشين مشروع الكاش بلس في مديرية صيرة، وكذا البرنامج المتكامل للدعم والتمكين الاقتصادي للفئات الأشد فقرا في العاصمة عدن وخاصة في 6 مديريات منها. تدشين هذه الورشة يأتي في سبيل تسهيل وصول الخدمات للشرائح المستهدفة، إذ سيتم الخروج بتوصيات تسهم في وضع آلية للتنسيق والعمل، الخروج بأفكار تعزز إمكانية الوصول وخدمة الأسر الفقيرة والمهمشين.
في إطار هذا الورشة نسعى إلى التنسيق ما بين مقدمي الخدمات في الجانب للمستفيدين من المشروع من خلال التنسيق الكامل للمكاتب الخدماتية. ونعتبر أنه من أهم وأهداف هذا المشروع هو تعزيز القدرة لموظفي وموظفات صندوق الرعاية، بالإضافة إلى تقديم المساعدة للمستفيدين من هذا المشروع من خلال تحسين مستوى دخلهم المعيشي. حيث سبق أن نفذ صندوق الرعاية الاجتماعية بشراكة أيضا مع منظمة اليونيسف مشروع النموذج المتكامل للدعم والتمكين الاجتماعي والاقتصادي، والذي يهدف إلى تقديم خدمة إنسانية لمحو المهمشين في محافظة عدن، حتى اللحظة معنا قاعدة بيانات لهذه المحاوى تقريبا 7126 حالة إنسانية تم تقديم لها خدمات إنسانية لفترتين مبالغ نقدية خلال فترتين. صار هذه الدورة يوم واحد، من خلالها سيتم التنسيق كيفية التعامل بين الشؤون الاجتماعية وبقية المرافق حتى يسهل عملية الحصول على الخدمة بالشكل المطلوب ومجاني، وهذا سيساعد الكثير وسيخفف من معاناة خصوصا الأسر المهمشة ولا فقيرة. المشروع يأتي ضمن التمويل المتكامل لمنظمة اليونيسف، كما أن أهميته تكمن في تعزيز القدرة عند موظفي الرعاية وكذا تحسين مستوى دخل الأسر الفقيرة بما يسهم في انتشال واقعهم. صالح حنش، الغدو المشرق، عدن. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. اختتام منافسات بطولة الغناء الثانية للفروسية في مدينة التريين بمحافظة حضرموت. أهلا بكم من جديد. وزعت الخلية الإنسانية في المقاومة الوطنية مساعدة غذائية لعمال النظافة في مدينة المخا بمحافظة تعز، وثمن مدير عام مديرية المخا باسم الزريقي جهود العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، مشيرا إلى أن مبادرته المتواصلة تستهدف كافة الشرائح والقطاعات العاملة ضمن خطة لتطبيع الحياة وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين. دشن بمدينة المكلا تسليم أدوات المهنة للمستفيدات من مشروع دعم تمكين الشباب لتحسين سبل العيش. المشروع نفذ بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. ضمن جهوده في توفير فرص عمل مستدامة للشبان، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يسلم أدوات المهنة للمستفيدات من مشروع دعم تمكين الشباب لتحسين سبل العيش بمدينة المكلا. ما هذا البرنامج إلا هو دليل لمواقف المملكة تجاه الشعب اليمني، ولا يخفى على الجميع إنسانية المملكة ووقوفها إلى جانب اليمن. ونحن اليوم نختف هذا البرنامج الذي سوف يخلق فرص عمل جديدة لهذه الأسر، وسوف كذلك يضمد من جراح النازحين ويعالي مشكلاتهم الإنسانية. المهنة في اليد وقاية من الفقر، خير من أن توزع لها السلة، أن تعطى مهنة بيدها تكسب فيها خبرات، تكسب فيها عمل، اللي تجلب فيها عمل وتجلب فيها رزق بيدها يعيلها، يعيل البنت ويعيل أسرها. 65 امرأة استفدنا من هذا الدعم، دعم يوفر لهن احتياجاتهن الأساسية في مجالات الخياطة والمعجنات والتجميل. قبل ذلك خضعت المستفيدات لبرامج تدريبية مكثفة، اكتسبن من خلال تطبيقاتها العملية والنظرية مهن حرفية سوف تمكنهن من الاعتماد على ذواتهن وتحسين مستوى المعيشة لهن ولأسرهن. نحن صراحة الآن قادرين إن شاء الله نبدأ بمشروعنا، لأن نحن ما شاء الله في فترة البرنامج عرفنا كيف ندرس السوق حتى في وضع الأسعار والصناعة وكيف حساب التكلفة والربح، وبرضه في نحن كيف ننتج أشياء جديدة مش موجودة برضه في السوق. نحن دخلنا الدورة هذه ما نفهم شي طول، والحمد لله الأستاذة علمت نحن الحلويات مثل البيتزا
الجوزية والكيك، والحمد لله دحين ما شاء الله علينا، إن شاء الله نحن نفك مشروع نحن إن شاء الله. سبل العيش برنامج يموله مركز الملك سلمان في مختلف محافظات البلاد، ويسعى من خلاله إلى تمكين الشبان من الجنسين اقتصاديا واجتماعيا، بهدف التغلب على الصعوبات التي يواجهونها نتيجة الأوضاع التي تعيشها البلاد. عيدروس الخليفي لقناة الغد المشرق. اختتمت بمدينة تريم بمحافظة حضرموت منافسات بطولة الغناء الثانية للفروسية، البطولة حظيت بإثارة ومتعة في مختلف المسابقات التي أقيمت على مدى يومين بمشاركة 15 فارسا. الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. في تريم ها هم خيالة حضرموت يخوضون مضمار المنافسة في بطولة الغناء الثانية للفروسية، بطولة فرسانها شباب فازوا بالمراكز الأولى بجدارة. البطولة كانت رائعة وكانت متميزة، والجمهور كان غفير، والفرسان كان متحمس ومتقلق، وكانت مثيرة، وكان الأداء ممتاز خاصة لأول مرة، كان الأداء ممتاز ممتاز جدا. والحمد لله اليوم توفقنا وفزنا بالمركز الثاني، واتمنى ان شاء الله الفرسان اخواني انهم يتفوقوا، وان شاء الله كنا نهدف الى المركز الاول، لكن قدر الله حصلنا المركز الثاني والحمد لله. المنافسات شملت عدة جولات باستخدام سلاح السيف والرمح الفردي والفرقي، وقد حظيت البطولة بإثارة ومتعة وحضور جماهيري بمشاركة 15 فارسة من نادي سيئون للفروسية ومربط الحبيب صالح واسطبل عينات للفروسية. والحمد لله يعني البطولة هدفت إلى أهداف كثيرة جدا، أولا هدفها هي إحياء هذه الرياضة، رياضة الفروسية هي رياضة عريقة جدا في الإسلام، وهي جديدة علينا في حضرموت، فنتمنى يعني من الجميع الاهتمام بها وإنشاء أندية خاصة بها. البطولة في نسختها الثانية شهدت دورة تدريبية للفرسان ضمت جميع الفئات العمرية بهدف إعادة إحياء هذه الرياضة العربية الأصيلة وانتشارها بين أوساط الشباب، وللعناية والاهتمام بهذا المخلوق النبيل. محمد بحفين، الغد المشرق، تريم. في ظاهرة فريدة من نوعها حجب القمر جزءا من الشمس مستهلا ظاهرة كسوف جزئي نادرة شهدت في دول عدة من نصف الكرة الشمالي، وبدأت الظاهرة التي استمرت لمدة ساعتين قبالة الهند مرورا بأوروبا وشمال شرق إفريقيا والشرق الأوسط. ويحدث كسوف الشمس عندما تترصف الشمس والقمر والأرض على خط مستقيم. يذكر أن هذا هو الكسوف الجزئي 16 للشمس في القرن 21 والثاني هذا العام. أغلقت مدينة ووهان الصينية إحدى مناطقها المركزية بعدما اكتشفت أو تم اكتشاف إصابات بفيروس كورونا. وقالت مسؤولة في من مركز السيطرة على الأمراض إنه طلب من السكان البالغ عددهم 900 ألف نسمة البقاء في منازلهم اعتبارا من اليوم الأربعاء، وأنه تم إخبار جميع الشركات غير الأساسية بالإغلاق مع السماح لمحلات البقالة والصيدليات بالعمل. قالت شركة ميتا إنها أصلحت مشكلة في تطبيق واتساب بعدما أبلغ مستخدمون عن عدم قدرتهم على استخدام التطبيق لساعات. وقال متحدث باسم الشركة بأن المستخدمين واجهوا مشكلات في إرسال الرسائل على واتساب مؤكدا على حل المشكلة. وشهد واتساب خلال الفترة الماضية العديد من الأعطاب الفنية، ومع ذلك تشير بعض التقارير إلى أن تطبيق المراسلة الفورية الأشهر عالميا ظل الخيار المفضل في العالم، حيث يستخدمه أكثر من 2.5 مليار مستخدم شهريا. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم العناوين. ميناء الزيت بالعاصمة عدن يستقبل الدفعة الأولى من المنحة النفطية السعودية الجديدة بقيمة 200 مليون دولار. ميناء المكلا يعاود نشاطه بعد توقف لساعات إثر رصد طيران مسير يتبع الميليشيات الحوثي. مجلس القيادة الرئاسية يبحث مستجدات الأوضاع الداخلية وتداعيات تهديدات الميليشيات الحوثية.
يمكنكم متابعة المزيد عبر حساباتنا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي الغدوائي. إلى اللقاء.